كبيدات، عيد سعيد عليكم كاملين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا العيد يدوز عندكم بالصحة والسلامة. وباش ما كتمناو الليلة ديال العيد كيف ما كتعرفوا مشيت للصالون، غير هكا صايبت توشينغ لشعري وصايبت فيرات بس ديال الرجلية ديال يدي، انتم عارفين تمارا. صافي من بعد مشيت انا وماما الكارفور، كنا نسينا المناضة، مشينا نجيبوا المناضة. كان عامر بطبيعة الحال، واخا الليلة ديال 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 العيد. وصراحة كل شيء فيه، كل شيء موجود فيه. وانتم عارفين ليله العيد كيكونوا الاجواء في المغرب واعره، كتحس بدك الاجواء ديال العيد، سيرتو الا كنتي مع العائله. صافي هنايا نهار الصباح ديال العيد كيف ما العاده، نط الصباح شربت، كنشرب واحد الكاس ديال النافع ضروري. هنا طلعت للسطح كنشوف الحواله، حيت ماما خدات حوليه لبنتي صغيره. والحمايا ديالنا صافي هنايا، كنا راكم عارفين كنطلعوا كنتصوروا، كنت كنتصور انا وبنتي، واخا هي راه خافت من اللي حولي. اش كتجني علينا انا؟ ايه شنو هذاك شنو هذاك؟ با 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 يلا مسكين عارفة راسها عندك الطير عليك. هي ما عندك، ما عنديش دابا حتى القرا باش نشدها، جيب عليا ما عنديش كاين دير. ما تخافش ما تخافش، صافي معليش، ما عليك ما عليك ما عليك. العالم الرياضي صافي هنا ملي كيذبحوا مساكن الحواله، راكم عارفين كيتسلخوا ضروري من السليخ. هذه الاولى، هذه مسكينه الحوليه. هنا خويا والجزار كانوا كيسلخوهم. صافي ومن بعد ملي كيساليو السليخ عاد كنجبدوا ديك الكرشه ومصاران والكبده وداكشي كامل ديال الحولي. هذه ديال سميتها، وهذا ديال الثاني. كيف ما كتعرفوا ضروري، هادو هما العادات. راه في المغرب العربي كلنا نفس تقريبا نفس العادات، غير هو حنايا المغاربه صراحه معروفين بالضروري خصنا وهنايا صافي هنايا ماما هبطنا داكشي كامل من السطح، بعد ما نضفنا هكايا الكرشه وديكشي والكبده. وماما هنايا كتقلب في المصارن، كيف ما عارفين كيتقلبوا المصارن باش كيداروا مع شكان باقي اللي كيديرهم كيعمرهم كله، وشنو كيدير ليهم صراحه. صافي وهنا كنشدو حنايا في العدد ديالنا، بناخذ الكبده وكنشويها نص سوا، كبده والقلب وهذا بنعملها في على الجمر، بنخليها كده نص سوا تتشوح كده نص سوا، وبعد كده بنقطعها زي ما هتشوفوا في الفيديو. يلا
المهم هذه هي الشحمه ديال بولفير بعد ما كنشروها وكتنشف. المهم هما التوابل هنايا، درنا معلقه ديال الكمون كبيره، معلقه ديال التحميره، خمس معلقه ديال السودانيه، شويه ديال الزعتر، ومعلقه ديال القزبر حبوب، يعني قزبره ناشفه. صافي كنبقاو نقطعوه بحال هكا على حسب بولفاف على هاد الطريقه. وهذه الكبده اللي كنا شوينا حتى هي كنقطعوها على حسب نفس الطريقه. صافي وكنبقاو ندوروهم وكنديروهم في السفيفدات. صافي من بعد ما كنقطعوها هكا دي طرونس صغيره كنرميو عليها دوك التوابل اللي قلت لكم، شويه ديال الملحه، شويه ديال معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره السودانيه اللي بغا يكون سبايسي، وشويه ديال الزعتر، ومعلقه ديال نص معلقه صغيره ديال القزبر ناشفه ديال الكمون يكون زايد شويه. قلت معلقه كبيره. صافي كنخلطوهم بحال هكذا تدخل فيهم ديك القمامه مزيان، وعاد نبداو نديروهم في السفيفدات. ديري وحده جدو بحال هكا هاد الشحيمه اللي ما بغاش انا بحال انا ما كناكلش الشحمه، كندير غير الكبده بوحدها. المهم هادو كنديروا الشحيمه كندوروها هكا وكنديروها في السفيفد وكنبقاو على هاد العمليات. هادو هما بولفاف المغربيه الاصليين بحال هكا. كبدات صافي كنحطوهم في الشوايه ولا المجمر كلا وشنو كيقول له. صافي وعلى كنخليوهم يطيبوا على خاطر خاطرهم. وهذا هو غدانا هنا، كاع الطبله هذه كاع المغرب كيكون حاطها هكايا، كنرافقوها بتكتوكه ولا زعلوكه وسلطات ومنيضه وكذا. صافي وهذا هو غدانا. صافي من بعد مشيت درت واحد الكوماج ضروري ما ننساوش، درت واحد الكوماج للوجهي ودرت الكوماج للحمي كامل حيت ضروري من بعد دخلت ضربتها بواحد التدويشه كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا مشينا عند عمتي، حنا في العدد ديالنا كنمشيو عند العائله ديال بابا، مشينا عند عمتي وكنجمعوا كاع كل واحد كيجيب هكايا الدواران ديالو وكنطيبوها. هنا طيبها عمي مصطفى ما شاء الله عليه، طيبو غزال وكيعرف يطيب. فطيبها جات كتحمق من هذا المنبر، كنقول لك عمي مصطفى شكرا الله يعطيك الصحه على ديك الشكامبه جات غزاله. كل والعدد ديالو كاين اللي كيديرها في الغداء. حنا هذه من زمان كنجمعوا العائله كلها، كنتجمعوا عند عمتي الكبيره رجاء الله يحفظها ويخلي لها صحتها وامي وصافي. وكنتمنى لا فيديو يعجبكم، كنحماق عليكم.